الناس كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم الفيديو المنتظر طبعا بلعبة بيكا اكس تي، لكن اليوم يا جماعة كتير منكم كانوا بيستنوا هذا الفيديو اللي هو ما بعرف كيف بدي اقول، لكن خلي اشرح. طبعا اول شيء تابعوا الفيديو الاخر اذا بدكم تفوزوا بهذا السحب، اوكي، عشان تفهموا كل شيء. طبعا انا صار لي تقريبا شهر وصلت ل 100,000. انا كنت قبل عم اقول لكم وصلوني 100,000 رح اسوي لكم كثير سحوبات، فكنت عم انتم ضليتوا بالتعليقات تقول هيك وصلتي، هيك وصلتي، ليه ما عملتي لنا سحب؟ هيك وصلتي، ليه ما عملتي لنا سحب؟ فهلا يا جماعه انا كنت عم اقول لكم استنوا شوي، اصبروا شوي، رح اعمل لكم سحب. ايوه رح اعمل لكم سحب، وهلا يا جماعة رح اعمل كده، لانه يا جماعة كان بدي طريقة اشرح اعطيكم كود او اشرح لكم. فهلا يا جماعة اليوم رح اشرح لكم كيف رح اعطيكم كود ومين رح يفوز هيك اشياء. طبعا هذا السحب زي ما قلت لكم انه السحب ال 100,000، لهيك لازم يكون كتير مميز، لهيك يا جماعة رح يكون مميز عن السحوبات اللي سويت قبل والناس اللي فازوا قبل. فهالمرة لانه يا جماعة حابة اشرح لكم شغلة، اغلب الناس اللي فازوا معي قبل يعني اعطيت بس قليل منهم، ليش؟ لانه هذول يعني الباقي ما عم يرد، ما عم بالاحسابه، ما بعرف كيف بدي اتواصل معه، كيف بدي اعطيك الحساب. فانا اعطيت تقريبا ل ما بعرف مين، بس يعني الناس اللي اعطتني، لانه انا كنت عم بطلب منكم اعطوني انستغرامكم والتيك توك تبعكم اي شيء عشان اتواصل معكم، سناب كل شيء يعني الا الواتس، لا كمان واتس، بقدر كمان بلاس، يعني اعطوني اي شيء اتواصل معكم باي تطبيق، يعني الا التليجرام، الا التليجرام، الواتس اي، يعني كل شيء اكتبوا لي بس حساباتكم. بس انتوا يا جماعه كنتوا بتكتبوا لي ولما اروح ابحث عليكم ما بلاقي الاغلبيه، عم لاقي بس شخص شخصين. فهذا هو الاشي الوحيد الصعب اللي انا كان عندي والعائق الوحيد اللي عندي بالسحوبات. فهالمره ارجو منكم انكم تكملون هذا الفيديو عشان تفهمون كيف. اول شيء قبل ما نبلش اشتركوا حطوا لايك، اوكي هلا خلينا نبلش اشرح لكم اكثر. طبعا هذا السحب كثير مميز زي ما قلت لكم انه سحب 100,000، فكثير لازم يكون مميز انه كذا، فكثير كثير متميز. ف رح اشرح لكم هلا كيف رح تفوزون وشو رح تفوزون. طبعا ما حابه اقول لكم كثير من المعلومات، كتير كتير كتيرة، ورح اعطيكم شوية، رح اعطيكم بس شغلات اللي انتو رح تحتاجوها والباقي رح اخليه لكم مفاجأة. عرفتوا انه عشان كذا مفاجأة 100,000، ليش اسمها مفاجأة؟ يعني عشانها مفاجأة، يعني مفاجأة كذا، يعني ما اعرف اذا فهمتوا، لكن يعني ليش سميتها مفاجأة 100,000؟ رح تكون مفاجأة، يعني ما رح احكيلكم شو رح تفوزوا بداخل هداك الكود، عرفتوا؟ سو يب هلا رح اشرح لكم هي كيف رح تشاركوا وكيف رح تفوزوا. اوكي اعتقد كثير طولت عليكم. اول شيء اذا ما فهمتوا اي شيء من هذا الفيديو تقدروا تسالوني تحت بالتعليقات ورح اجاوبكم. طبعا يا جماعه هذا شو اسمه هذا السحب رح يكون عباره عن انكم اللي رح يفوز، وما رح احكي لكم كم من شخص رح يفوز عشان تضل مفاجاه. طبعا الكود ما رح اقلكم كمان هلا كم شخص رح كم شخص بيقدر يستخدمه، ورح اقلكم بس كيف رح تشاركوا. اوكي طبعا يا جماعه الشروط وكيف لازمكم تشاركون. اول شيء الشروط هي الشروط، اول شيء رح نبلش بالشروط. اول شيء الشرط الاول انكم تحطوا لايك لهذا الفيديو، لانه اللي مو حط لايك لهذا الفيديو ما رح يكون من الفائزين، اوكي، لانه انا اسابع عجلة لحد ورح اشوف مين اللي حط لايك. اوكي اللي ما حط لايك ما رح يفوز بالمسابقة. ثاني شيء اللي ما انه مشترك، يعني اعتقد الاغلبية اللي بتشاهد هذا الفيديو مشتركين، لانه بالاستديو يوتيوب بتقول انه اغلبية، لا الاغلبية ما انه مشترك، لهيك اللي ما انه مشترك يشترك هلا. اوكي يعني انسوا هذول الشروط اللي قلت لكم، خلي لكم بكل بساطة، الشرط الأول لايك، الشرط الثاني اشتراك، أوكي، والشرط الثالث اللي هو ما رح يعتبر شرط لكن هذا هو كفية المشاركة، رح تروحون على التعليقات وهيك رح تكتبوا، أوكي زي هيك اسمعوا، رح تكتبوا أنا
يعني انا حطيت لايك واشتركت او هيك راح تكتبوا تم، تكتبون تم بعدين تجون هيك وتكتبون اسم حسابي، مثلا اسم حسابي في انستغرام راح تكتبون اسم حسابكم زي هيك اوكي. او اللي ما عنده انستغرام وعنده تيك توك يكتب تم اسم حسابي في التيك توك وتكتبون اسم حسابكم، او مثلا تم هذا هو رقمي اللي عشان تتواصلين معي بالواتساب، تم هذا هو اسمي بسناب شات، تم هذا يوزري في مدري مين يعني في مدري وين يعني مثلا فيسبوك، قولوا لي انتم اي شيء الا التليجرام اوكي. كمان تقدرون تعطوني هذا هو اسم حسابي او هذا هو ايميلي عشان اني اقدر اني ابعث لكم ايميل او جيميل، عرفتوا؟ راح اجيكم الجيميل هيك وابعث لكم الكم او انتوا اللي فزتوا هيك يا جماعه. بدي التعليقات كلها زي هيك. وهلا يا جماعه القواعد او الاشياء الممنوعه واللي مو ممنوعه. اول شيء لا تعيدوا التعليق كتير مرات اوكي. اذا لقيت تعليق مكتوب اكثر من مرتين ما راح تكونوا ابدا من الفائزين. اذا كتبتوا تعليق اكثر من مرتين ما راح تفوزوا، هذا الشيء مؤكد. فاكتبوا تعليق تعليقين اذا بدكم. ثاني شيء لا تحطوا كتير ايموجيات، مثلا اذا بدكم تحطون ايموجيات بالتعليق لا تحطوا كتير ايموجيات لانه هذا الشيء يعني مضر اكيد بمشاهدات الفيديو وهيك، انه انا عم بتعب كمان يعني. هل راح اشرح لكم بالمجان؟ لا اكيد، انا كمان هيك عم بتعب عشان اني اعطيكم هذا المسابقه وعشان اني افوزكم. ف بليز احترموا هدول الاشياء اذا بدكم انكم تفوزوا. اوكي اعتقد انه هلا فهمتوا كيف رح تشاركوا. اوكي هلا يا جماعه خلاص مو هلا وبس، لا هلا خلي اشرح لكم كيف رح تفوزوا. طبعا رح اسوي فيديو ورح يكون بوجهي اعتقد، ورح اقلكم تفاصيل اكثر يعني عن يعني هلا ما قلت لكم ابدا موعد اللي رح تفوزون فيه، فانتوا رح تسوون بس هدول الشغلات اللي قلت لكم اياهم، وبعدين رح اجي فجاه وانزلكم فيديو عن اعلان عن الفائزين ورح يكون فيه تفاصيل اكثر. يعني هذاك الفيديو رح نزل عن اعلان عن فائز رح يكون فجأة، يعني انتو ما بتعرفوا ابدا امتى رح نزله، رح يكون هيك فجأة عرفتوا يعني مفاجأة. انتو يعني هلا شاركوا اليوم اليوم يلا. واذا بدكم كمان اصحابكم انه يفوزون او هيك اخواتكم اي شيء شاركوا هذا الفيديو وشاركوا اليوم، لانه بقدر هيك فجأة واجيكم اسوي فيديو الاعلان. سو ما رح اقول لكم كم شخص رح يفوز والكود كم شخص بيقدر يستخدمه. اوكي هلا رح اقول لكم كيف رح اعطيكم الكود. طبعا يا جماعة رح اعطيكم كودات، كل شخص فاز رح اعطيه كود، وبالفيديو تبع اعرف ازاي رح اعطيكم طبعا تفاصيل اكتر ان شاء الله انه كم شخص رح يستخدم هذا الكود وكم مدته وكذا اشياء وشو رح يكون داخله. فيب هلا يا جماعة لما رح تفوزون يعني لما تفوزون رح اجيكم انا بهذاك الحساب اللي قلتوا لي اياه بهذا الفيديو، اجيكم لكم انه مرحبا انا اسراء جيمر مبروك انت اللي فزت معنا وخلص. بعدين رح اعطيكم الكود، لا رح لكم ممكن تصوروا لي الكومنت اللي كتبتوه عشان اني اتاكد انكم انتم. سو هلا يا جماعه هلا اي واحد كتب الكومنت انه شارك يصوره هيك عمل سكرين ثاني زي هيك عرفتوا، اي واحد عمل يسوي سكرين عشان اذا فزتوا تبعتوا لهي السكرين عشان اتاكد انكم انتوا اللي كتبتوا هذا التعليق. وطبعا لا تحاولوا انكم تجيبون اسمكم مثل الفائزين لانه انا اكيد رح اتاكد 100% انه انتوا اللي فزتوا، رح اتاكد اني اعطي لكل فائز هديته. طبعا هدي رح تكون عباره عن كود، طبعا هذا الكود رح افرجيكم هلا كيف رح تستخدموه. اول شيء لما رح يوصلكم طبعا لما يوصلكم اذا كنتوا انتم الفائزين ووصلكم كود ووصلكم رساله من عندي واعطيكم الكود وكذا، طبعا اكيد رح اسالكم اسئله عشان اتاكد انكم انتم واعرف هل اذا انتم وكذا يعني. بعدين لما اعطيكم الكود رح اتاكد انكم اخذتوه. سويب هلا حفرجيكم كيف اللي ما يعرف. لما يوصلكم من عندي مساج هيك نحكي ولكم هذا هو الكود، اذا ما عرفتوا كيف تستخدموه رح تاخذون الكود وتعملوا له كوبي، بعدين تجون على هون علامة زائد اللي على هاي الفلوس تروحون عليها وتروحون يعني يا جماعة آخر شي على insert code، شفتوا هون كود، هون رح تكتبون الكود اللي رح أعطيكم إياه. هون يعني رح تجون هيك تعملون هيك past يعني copy past، أوكي رح تسوون copy الكود هون تحطون past، بعدين لما تكتبوه هون رح تكبسون على activate، بعدين خلاص رح يعطيكم الشغلة تبعكم
ما رح قلكن ابدا شو رح تحصل على ايش رح تحصلون، لكن رح خليها مفاجئة عشان لما اعطيكم الكود انتو تعرفون على ايش حصلتوا. طبعا كثير متحمس لهاي المسابقة، وحظ موفق للجميع. ومن هلأ بدي قلكن جايز اذا ما فزتوا لا تزعلوا، انا هذا الشيء دايما يصير معي، كل ما يفوز حدا انتو تجون تانين يقولون اه بعرف اني انا ما رح فوز. جماعة في امل، وصلوني 200,000 300,000 في امل، يعني ضلكم مشتركين بقناتي وان شاء الله نوصل اعداد اكبر وكذا. من الفرحة اسوي لكم كمان سحوبات باي لعبة بدكم وكذا، فبليز يعني اصبروا معاي، اذا ما فزتوا بتفوزوا المرة الجاية. كم يعني في كم شخص فاز معي بسحوباتي الماضية ويقول اسراء، يقول اسراء ما كنت ابدا متوقع اني رح يفوز، انا رح افوز. يعني لا تقولوا انتوا هلأ، اذا هلا يا جماعه قلتوا انه اه ما رح فوز، ما رح تفوزوا. ليش؟ لانه كانه انتوا خلص بتقنعوا عقلكم وبتقولوا لعقلكم لا انا ما رح فوز، فهيك عقلكم بيقتنع، ما بعرف ايش بصير بعدين. لكن يعني عم اقول لكم انه لازم يصير عندكم امل، ما كيف بدي اقول لكم، لكن يا جماعه امنوا يعني انه امنوا انكم يعني ما بعرف كيف بدي اقول لكم، لكن القدر يعني هيك بدي اقول لكم، ما بعرف كيف بدي اشرح، لكن هيك بالقدر انه انتوا اذا كنتوا ما رح تفوزوا خلص لا تقولوا اوه انا ما رح فوز للاسف، خلص مليت من هاي القناة، مليت من بي كي اكس تي، ليش ما رح فوز؟ اعرف حظي هيك، لا تقولوا هيك لانه هذا الشيء يعني مو منيح ابدا 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 لالكم ولحظكم كمان. فانتوا لازم تقولوا يعني لازم تضلكم مبتهجين وتقولون رح افوز، وعقلكم لازم يقتنع بهالفكرة انه انا رح فوز، واذا ما فزتوا بهالشيء رح تفوزوا باشياء ثانية، اشياء ثانيه مو بس موبايل، مو بس يعني لعبه، يعني بدكم تفوزوا اشياء ثانيه ان شاء الله وكذا اشياء. فاللي ما رح يفوز عم قلكم هالكلمات، فبليز ما بدي حدا يزعل، اذا ما فزتوا لا بالعكس لازم تنبسطوا لبعضياتكم وتروحوا تقولوا مبروك للناس اللي فازت، يعني لا تكونوا هيك يعني شائمين وتقولوا لا ما رح فوز وحظي كذا لا ما فزت. اتمنى فهمتوا قصدي، يعني خلص امنوا انه هذا الاشي قدر، فإذا ما فزتوا عادي انبسطوا، أوكي الحقيقة هاي أوكي. وحد موفق للجميع، أتمنى سراحي وأمنيتي إنه هي إنه كل متابعيني يكونوا مبسوطين، ليك عم سوي هالسحوبات وأنتوا بتعرفوا إنه إشي من المستحيلات إني أفوزكم كلكم، ليش مستحيل يعني؟ هلأ يا جماعة أنتوا عم تفوزوا عم سوي كتير سحوبات، فضلكم مشتركين بقناتي إن شاء الله، يعني الهدف هو إني بدي أفوزكم كلكم، كل مرة عم سوي مسابقة وان شاء الله بعدين حتفوزوا كلكم. بس احس اني كثير طولت عليكم، يعني هذا هو الفيديو المنتظر، اتمنى انكم تشاركوه مع الكل، هذا الفيديو كثير متميز وهيك يب حطوا لايك واحبكم كثير. و رح اقول لكم شغله انه كثير قريبا رح اعلن عن الفائزين، رح تكون مفاجاه، يعني رح اجي فجاه واقول لكم مين الفائز. ولا تنسوا اكتبوا تام واكتبوا اسم حسابكم، قولوا لي بايش هذا، يعني هيك تام اسم حسابي بي انستغرام وتكتبون اسم حسابكم بالفيسبوك زي ما شرحت لكم قبل. بس احبكم كثير واتمنى من الكل انه يشارك، وشاركوا هذا الفيديو، حطوا لايك كمان، لا تنسوا من الشروط لايك واشتركوا، وبس احبكم كثير وباي.